الثالث معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس اصحاح 10 من ايه 1 لايه 13 بركاته فلتكن معنا امين. اني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا ان ابائنا جميعا كانوا تحت السحابة، جميعهم اجتازوا في البحر، جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، جميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، انما الشراب روحيا تبعتهم والصخرة كانت المسيح، لكن باكثرهم لم يصر الله لانهم طرحوا في القصر. هذه الامور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اولئك. لا تكونوا عبدة اوثان كما كان اناس منهم، كما هو مكتوب جلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب. لا تزني كما زنى اناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. لا نجرب المسيح كما جرب ايضا اناس منهم فاهلكتهم الحياة. لا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك. هذه الامور جميعها اصابتهم مثالا وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط. لم تصبكم تجربة الا بشرية، لكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا نعمة الله الآن. فلتكن مع جميعنا امين. كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة اول ما جيت قالوا لي ان هنا مينا بيقول انك انت هتعيد رأس السنة فوق السحابة، فقلت انا هتكلم عن تحت السحابة عشان ابونا مينا يسمعني. كل سنة وانتم طيبين. الكتاب المقدس بيتكلم عن موضوع السحابة. السحابة في الكتاب المقدس رمز لجماعة القديسين، دايما القديسين الكتاب المقدس يشبههم بالسحاب، فيقول عنهم مثلا سحابة الشهود، سحابة الشهود. وأشعياء النبي وهو شايف أنفس القديسين وهي منطلقة من الأرض للسماء يقول إيه؟ من هؤلاء الصاعدون إلى السماء كسحاب وكالحمام الى بيوتها. والسحاب عبارة عن مية نزلت في الطين وبقت وحل، لكن اتعرضت لاشعة الشمس وصبرت واحتملت وصبرت للمنتهى لغاية ما اتبخرت وطلعت فوق وبقت سحابة بيضة عايشة في السماء. فكانت دايما السحابة المظللة التي يستخدمها الله هي رمز للقديسين وللانبياء وللشهداء. حتى ان لما المسيح جه مصر يقول لك الرب قال الى مصر راكبا على سحابة، وكانت السحابة هي مين؟ مريم العذراء قاعد على رجلها جالس على ايه؟ على السحابة. لما بطرس في التجلي قال للرب يسوع جيد يا رب ان هكون هنا، فيقول لك جاء السحابة وظللتهم. ايه السحابة اللي ظللتهم؟ القديسين باقوالهم المكتوبة في كلمة الله عايزة تقول ان يسوع وحده ما يتحطش حد تاني معاه، وكل القديسين والشهداء بيشهدوا له. اللي سبقوا شافوا المواعيد من بعيد وحيوها، دول اللي سبقوا. واللي تلامسوا اول واحد تلامس معاه في القديسين كان سمعان الشيخ قال اطلق عبدك بسلام، واخر واحد تلامس معاه من العهد القديم يوحنا المعمدان لما حط ايده على راسه، وحتى اللي تلامس معاه في الاخير وعرف انه حمل الله قال ينبغي
ان هذا يزيد واني انا انقص. علشان كده نجد ان السحابة المظللة رمز لعمل القديسين، رمز لصلوات القديسين وشفاعتهم التوسلية، رمز لان نتمثل بنفس القديسين اللي بيقولوا انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا فينا. لكن تعالوا نبص تحت السحاب. تحت السحاب حصلت مصايب، والمصايب اللي حصلت الكتاب ذكر مرتين في كورنثوس 10 ان هذا كتب مثالا وانذارا. واحنا دلوقتي في رأس السماء عايشين تحت السحاب، وكلمة اذا كنا نبص على السحاب ان الكنيسة المنتصرة، فنبص على تحت السحاب الكنيسة ايه؟ المجاهدة. والكنيسة المجاهدة عايشة على الارض متفردة، هي من الارض لكن مش للارض، هي من الارض لكن مش للارض. لما اتعمدنا جحدنا الارض وجحدنا رئيس الارض، رئيس هذا ايه؟ العالم. وقلنا له اجحدك ايها الشيطان. ولما جحدنا العالم بكل ممتلكاته، وكلمة نجحده عارف يعني نجحده يعني ايه؟ يعني نخاصمه بالبلد. يجحد يعني يخاصم، يجحد يعني يخاصم. وعلى فكرة المرنم قال في المزمور 37 خاصم يا رب مخاصمية وقاتل مقاتلية. مين دول اللي خاصموني؟ الشيطان مخاصمني بيحاول يقرس فيا، والعالم مخاصمني مش عايز يديني اي حاجة من ممتلكاته، ولو اداني جزئية من ملكات ممتلكاته بيقرسني بيها وبيذلني بيها وبيطلع عيني بيها. فربنا بصراحة لما سمع ان احنا بنقول خاصم مخاصمية فجه خاصم، خاصم الشيطان ولم يتعامل معه. يجي الشيطان يكلمه يقول له اخرص واخرج. وخاصم ايه؟ خاصم سعادة العالم ومباهج العالم. عرضها عليه الشيطان وقال له انا بخاصم الناس كلها وما ادهمش ولا مد الواحد حتى كده طلع في عينيه، لكن انا مستعد ادي لك الارض كلها بكل ايه؟ بكل مالها. فقال له اذهب يا شيطان. وشوف لما انت تقول لربنا خاصم مخاصمية وربنا يجي ويخاصم العالم مخاصمة كاملا لدرجة ان ليس له اين يسند رأسه، ملوش يسند رأسه، لدرجة ان بيمسك الحيوانات والطيور، الحيوانات الوحشة والطيور الوحشة، فيقول للثعالب او جرع. الثعلب ده رمز ليه؟ للمكر، المكر، الحيوان المكار. للثعالب او جرع. طب وللطيور رمز ليه؟ الطيور لا يقصد العصافير ولا الحمام، لان لو قال للطيور عش العصافير والحمام لهم ايه؟ عش. لكن الحدة والنسر والبومة والصقر دول كلهم لهم ايه؟ اوكار. والايه الفرق بين الوكر والعش؟ دم القش ودم القش، بس الوكر مليان دم، بتجيب الذبيحة وتقعد تقطعها جوه فتلاقي الوكر ده مليان دم. ويمكن بتسمعوا كلمة عن الارهابيين يقولك دخلوا للاوكار بتاعتهم اللي هي مكان تدبير سفك الدم، مكان تدبير سفك الدم. فبيشوفوا الطيور الوحشة الجارحة الخطافة والحيوانات المكارة، يقول المكار ده يشتغل الليل كله ويريح بالنهار، والخطاف بيشتغل النهار كله ويريح بالليل، وانا الحق ضد المكر والعطاء ضد الخطاف، لا برتاح لليل ولا نهار، ليس له اين يسند رأسه. يعني الليل كله يقضيه في الصلاة والنهار كله يقضيه في ايه؟ في الخدمة، ويجول ويخدم كل حاجة. على فكرة مرة واحد بعت لي سؤال وبيقول لي قبل ما سافر، افتكرت دلوقتي، بيقول لي يا ابونا انت كنت بتقول ان المحبة اكبر سلاح، وانا حبيت اجرب كلامك، فرحت الواحد بيقرفني ويتعبني، وانا كل ما حد يعرفني زي ما بيعرفني
بقرف وباخد حق. فانا قلت اجرب الكلام اللي قاله ابونا. فجئ رحمه تعبني قلت له على العموم رغم كل اللي عملته انا بحبك. تتصور يا ابونا رد علي وقال لي حبك برص وعشرة خرص. ادي كلامك وصلني لغايه فين. حقيقي كتب لي الكلام ده والسؤال ده موجود عندي هنا. والحقيقه ما كنتش وقت بس جه عندي دلوقتي. هو الداعي من الكلمات دي. لكن هو ما يعرفش ان الكلمات دي انه بيشبهه بالمسيح. ليه بيشبهه بالمسيح؟ اصل انتوا عارفين البرص لما يحب واحد يعني يسكن معاه في الاوضه، واول ما يدور من ضلمه وتيجي تنام البرص ده كله يعمل ايه؟ صوت 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 ويقلق الليل كله يخليك صاحي. طب والخرص؟ الخرص طبعا بالنهار طول ما انت ماشي معاهم بتبص لده وتكلم وتكلم، فانت بتتشبه بالبرص يقلق بالليل تسبح والخرص يقلقوك بالنهار فانت تخدمهم وتبقى شبهت بسيبك اللي هو بالليل يصلي وبالنهار يخدم. عشان كده يا احبائي احنا ما ناخدش اي امر من الامور او ناخدش اي تصرف من التصرفات ونخاف منها. ما علينا، باختصار انا عايز اتكلم على اخطاء من هم تحت السحابة. قبل ما يتكلم عن اخطائهم اتكلم عن عطاياهم. ربنا ادهم ايه؟ جميعهم اجتازوا في البحر الاحمر. البحر الاحمر ده رمز ليه؟ للمعمودية. والحمد لله كل اللي بيسمعوني دلوقتي متعمدين. طيب جميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا اللي هو سر ايه؟ سر التناول، جسد الرب ودمه. واظن الغالبية العظمى، بس ربنا ما يسمحش ان يكون في بعض ما بيتناولش، الغالبية العظمى اتناولوا جسد الرب ودمه. وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا. الشراب او الارتواء اللي حياتي هي حياة التسبيح وحياة التمجيد اللي احنا بنعيشها وبنرتوي فيها بالنسبة لربنا. لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. يعني عايز يقول ان كلهم كانوا ماشيين والمسيح كان ماشي معهم. بعد ما ادت الحاجات الحلوة اللي احنا عشناها سنة 2001 قال لك وبجميعهم لم يسر الله. طب ليه يا رب؟ وليه العكننة دي؟ بجميعهم لم يسر الله. ده انت بعضنة لسانك قلت لذتي في بني آدم، يعني مسرتي في الإنسان، يعني لذتي بيك. ليه قلت بجميعهم لم يسر الله؟ الله لما لا يسرش ليس بشخصنا ولكن بافعالنا. يعني ربنا بيحب الخطيئة لكن يكره الخطيئة، يقبل الحرامية لكن يكره السرقة. ففي ذاتك الله يحبك لكن في تصرفاتك الله ما بيسرش، لان الله اب. وانتوا عارفين الاب، هل الاب يكره ابنه؟ لكن ممكن يكره تصرفات ابنه قوي قوي، يكره تصرفات ابنه ويحزن ويتأسف في قلبه ويقول ليه كده، انا ما كانش اشتياق قلبي ان ابني يبقى بالشكل ده. فلما الكتاب يقول لنا بجميعهم لم يسر الله، يعني معنى كده بيقول ان الله اتضايق من التصرفات بتاعته. لكن الله عارف كل حاجة، عارف الماضي، عارف الحاضر والمستقبل. ولو ربنا كان هيندم على العطايا اللي ادها لك ما كانش عطاها لك من الاول. لكن وهو بيديك عارف، وهو بيختار بطرس عارف ان هينكره، وهو بيختار توما عارف ان هيشك فيه، وهو بيختار يهوذا عارف انه هيبيعه، وياما حذره وياما قاله وياما اداله فرص، ولاخر لحظة لاخر لحظة حتى لما باعه برضه مرضيش يسحب منه الثقة وقال له لماذا اتيت يا صاحبي انت صاحبي.
وكان فضل اخر كلمة نطقها يعني يعني يهوذا لما يقف ويرفع عليه من جهنم ويقول له انا كان ذنبي صعب جدا، يقول له اخر كلمة قلتها لك ايه؟ قلت لك يا صاحب. انتظر لما تشوف الكلمة اللي بقولها صاحب دي، لو رجعت لي هبيعك ولا هشتريك، لكن انت بطبيعتك يئس ورحت رفضتني وشنقت نفسك. ايه يا هوزة؟ انا كل كلمة قلتها تمت، وانت حضرت وعلى ايدك حصلت كل حاجة. في حاجة كلمة انا قلتها ما شفتهاش؟ فاكر يا يهوذا لما قلت للتلميذين روحوا عند المدينة تلاقوا واحد طالع شايل جرة ماء هيقابلكم قولوا له المعلم بيقول لكم اين نعد الفصح؟ طب دي تتفق ازاي؟ نفترض التلاميذ دول اللي هم رايحين تعبوا وريحوا في السكة، ازاي يتقابلوا مع الراجل اللي شايل جرة الماء في نفس اللحظة والدقيقة عند الباب بتاع المدينة؟ ازاي؟ هل التلميذين الرب يعرف مد سرعتهم هتبقى ازاي؟ هيمشي يمدوا ولا يمشوا على مهلهم؟ احنا بنقول تقريبا المسافة الفلانية ربع ساعة، لكن ممكن الربع ساعة تبقى 12 دقيقة، وممكن تبقى تلت ساعة ولا نص ساعة، وممكن اقف في السكة ريح، لكن بالظبط. فاكر لما بطرس وقلت له روح القى الشط وقلت له هتطلع لك سمكة؟ طب انا قلت له القى الشط فين؟ في بحر طبرية ولا في نهر الاردن ولا في بحيرة جنيسار؟ احنا موجودين وبقول له روح القى الشط، رايح فين يا بطرس؟ قال له في اي حتة تعجبك. طب السمكة اللي في بقها للسار ده هتروح لبطرس فين ولا منين؟ كل كلمة قلتها بالحرف. لما قلت ان انا هتباع بفلوس وقلت انك انت هتسلمني، لما قلت انا صعد لأورشليم وابن الانسان يسلم ويصلبوه ويموت ويقوم، طيب اذا كنت كل ده حصل يبقى اذا لازم تصدق ان انا هقوم من الموت. ليه حتى دي ما صدقتهاش لما كله حصل؟ واحد يجي يقول لك هيحصل كذا وكذا 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 وتلاقي كل اللي قاله 80% تم، يبقى ال 20% اللي جاي تشك فيهم وتم بحذافيره وبالحرف الواحد. انتظر لما اقوم، طب ما يمكن يا رب ترفضني، ازاي ارفضك وانا قلت قدامك انا جيت اطلب واخلص ما قدهلك؟ حاسبني على الكلمات. لما جيلك واقول لك اطلع بره قول لي انت قلت اخلص ما قتلك وانا اهلكت، خلصني خلصني. سألت بالعذر، ادتك الفرص، صرفت عارف وبيجزل بكل امانة للذين تحت الارض كل شيء. اوعى تيجي انسان ياللي اترشمت شماس وانت صغير وبعت الشموسية بتاعتك وما بتدخلش الكنيسة ليك عشرات السنين، لما ادهالك ربنا ما كانش عارف، كان عارف وادهالك بحكمة وأجزالها بفطنة، بس ما تستهنش بطول أناته، ما تستهنش، اوعى تستهين. عشان كده لما بيقولك أليس جميعهم عبروا البحر؟ أليس جميعهم أكلوا طعاما روحيا؟ أليس جميعهم شربوا من مية الصخرة؟ لكن بجميعهم لم يصر الله. طب ليه؟ ودي النقط الأساسية اللي احنا هنقومها باختصار. يقول لك حدثت هذه الأمور حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما أولئك، مشتهين شرورا كما أولئك. ايه مشتهي الشرور؟ من هو الذي يشتهي الشرور؟ اشتهاء الشرور ان الانسان يحط ايده على المحراث ويبص لورا. تتصوروا مش عاجبهم الحرية لكن عاجبهم العبودية، مصر والخضور بتاعة الاكل والطعام بتاع المصريين احسن من البرية، انا اكل واشرب وابقى عبد احسن ما اقعد بالجوع وابقى حر.
تخسرها، تخسر حريتك من اجل بطنك. عشان كده اول شهوة من شهوات الشرور، جلس الشعب للاكل والشرب، دي اول حاجة من اشتهاء الشرور. اكبر شهوة بتحارب الانسان هي شهوة البطن، والكتاب بيسميها اله، ويقول اناس كثيرون الهتهم رطولهم. وليه الروح بعيد؟ اسألوا اي واحد تقول له انت بتشتغل وبتشقى وبتتعب ليه؟ يقول لك عشان لقمة العيش. لقمة العيش يعني غذاء البطن، يعني بدور على غذاء البطن. عشان الجري ورا البطن، الجري ورا البطن بيخلي الناس تجري ورا الامور المادية والمكاسب الارضية والحياة الثانية الضيعة، الحياة الثانية الضيعة، لدرجة ان يقول لك كما زنى اناس منهم فسقط في القصر 24,000. ودي لو رجعنا لسفر العدد نلاقي ان في واحد اسرائيلي راح اتجوز واحدة مؤابية، وربنا قال لهم ما تدخلوش المؤابيين في وسطكم. المؤابيين ما يدخلوش ليه؟ قال لان مؤاب عمل عصر الاسرائيل، عمل عصر الاسرائيل. لما جه براق ملك مؤاب وخلى بلعام ابن بعور يلعن اسرائيل، فمؤاب اللي بيطلب لكم اللعنة، فما ترتبطش بالناس الاشرار، ما ترتبطش بناس بعيد عن الايمان. لا، ولما اتجوزها يقول لك جه ودخل بيها الى القبة. عارفين يعني ايه القبة؟ خيمة الاجتماع، علني، عينك عينك، خدها ودخلها وعرف اخواته عليهم وقال لهم دي مراتي ومؤابية وانا اتجوزها رغم عن عين الكل. فيقول لك جه العازر ابن فنحات الكاهن مسك الرمح وراح ضرب الرجل والامرأة في بطنهم. خلي بالك كلمة في بطنهم، فامتنع الوضع عن اسرائيل لانه كان قد سقط من اسرائيل 24,000. ايه ده؟ الكتاب بيكتب لنا الكلام ده ليه؟ عايز يعلمنا ايه وعايز يعرفنا ايه؟ عايز يعرفنا ان الجن ورا البطن حتى لو دخلت بيه الى الكنيسة مش هتكسب، مش هتكسب. طول عمر المسيح بيوعظ، وطول عمر المسيح بيعلم. تعال اسمع وعظ المسيح. يا راجل مش عايزين دوشة. وقالوا عليه ده مجنون، قالوا عليه مجنون. لكن اول ما عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين غاب 3 ساعات، راحوا يدوروا عليه، الاس فينك يا رب وحشتنا المدة دي كلها مش باين ليه، بندور عليك نفسنا نسمعك. قال لهم تسمعوني؟ طب قولوا لحد تاني غيري. الحق اقول لكم انكم اكلتم فشبعتم لذلك تطلبوني. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الابدية. طعام الحياة. انت لما بتقعد طاقة واحدة ما تاكلش بتبقى دايخان، وتقول من الصبح على بطن لحم، على لحم بطني، من الصبح على لحم بطن دايخ، لا بتكلم ولا بتحرك. لكن ممكن تقعد اسبوع ما تقراش الكتاب المقدس، ممكن تقعد شهر ما تتناولش جسد الرب ودم، ولا تفرق عندك حاجة، ولا تحس انك انت دايخ، بس انت دايخ روحيا ومش دريان، وواقع روحيا ومش دريان، وحياتك هبطانة ومش دريان، لان كل اللي يهمك العمل المادي والعمل الارضي.
الوقت مقصر. جلس الشعب للاكل والشرب، اول شهوة اول خطية خطية البطن، وخطية البطن دي اللي طلعت ادم برا من اولها. انت تفتكروا ادم زنى ولا ادم ولا سرق؟ ادم اكل اكل واضطرد باكله، خسر ادم الجنة، وباكله خسر عيسى البكورية، خسرها. جاي له بيقول له انا واقع من الجوع من الجوع، اديني اكلني عدل، اديني طبق عدل. قال له يا حبيبي انت مش هتموت لانك انت البكري، وما دام ربنا قالك انت البكري يبقى خلاص البكري وهيعيش، لان ربنا بيبارك البكري. تموت ازاي؟ قال له يا راجل بلا بكري بلا غيره، اديني اكل تعز بلا بكري بلا غيره، انت بتصدق الكلام ده؟ احتقر ايه كلام الله. قال له طب التاني بقى مع يعقوب اسرائيل ده بيصيدوا في المية العكرة اليهود، فقال له طيب اديك اكلة العز وتديني البكورية. قال له خدها، يعني هتعمل لي ايه؟ خد البكورية بس اديني لا يمنع على اكلة العز، اجيب طبق العدس والعيش والبصل واكل كده واشبع بلا بكورية بلا غيره. اكل وشبع وضعت منه البكورية. اسحاق بسبب الاكل كان هيدي البركة لعيسى، ما الظهر اتعلموا من ابوهم الاكل. قال لهم قال لعيسى اطلع يا ابني. يقول لك كان اسحاق يحب عيسى ليه؟ لانه وجد في فمه اكل. يعني كل يوم يصيد له خروف يجيب له حته لحمه، خد يا ابويا كل دي، دوق الحته دي يا بابا، كل حته دي، ربنا يخليك يا ولدي شبعني وطعمني، انا ما بحبش غيرك. لا بيقول الكتاب لانه وجد في فمه صيد، كل ما يصيد يزقبه بالاكل ويسقيه. حب عيسى مع ان ربنا قال ان البركه ليعقوب. انا يا من اللي بيخدمني؟ عيسو ده اللي بياكلني وبيشربني ودايما بيطبطب عليا. وجي في الاخر قال لي يا ابني، قال له نعم، قال له روح صب صبة حلوة واكلني اكلة حلوة قبل ما اموت، اكل واشبع وباركك. وكان هيغلط غلطة العمر الحال، بس تدخلت الظروف وجت رزقه وقالت لي يعقوب ابوك بيحب الاكل، انا اعمل له اكل احلى من الاكل اللي بيجيبه وحدي لك ويأكله ويباركك. فحصلت البركة. وبسبب الاكل يا احبائي يقول لك انتصر اسحاق. اول ما جاله لما جاله عيسو وقال له يا ابي عملت لك الاكل باركني، كان كال وشبع انتصر. قال الله مين اللي جاني قبل كده؟ قال له محدش جالك، ده انا اللي جاي لك اول مرة. قال له اخوك جاء بمصر واخذ البركة. وصح الناس قال له نعم ويكون مباركا. انا نسيت قول ربنا ومشيت ورا بطني. وهكذا بني اسرائيل سقطوا في البرية بسبب الاكل، كانت كرهت انفسنا هذا الطعام السخيف. جلس الشعب للأكل والشرب نمرة اثنين، ثم قاموا للهو. اللهو يعني جت من الملاهي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. ملاهي أصل الشيطان يوقعك في الخطيه. لو سابت تهدى نفسك هتوف. عارف يعني ايه؟ زي ما تكون مثلا وشك فيه شوط قدرات وفي حلة فيها مية، فطول ما هو بيحرك المية تبص في المية ما تشوفش حاجة، لكن سيب المية لما تهدى، اول ما تسكن المية تشوف شكلك على صورتك، تبقى مراية. عشان كده الشيطان يوقعك، وبعد ما يوقع يشغلك 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 بامور كتيره عشان ما تبكش.
والرب بيطالبك انك جيد للرجل ان يحمل النير منذ الصباح. يجلس، خلي بالك، يجلس وحده. السكوت، بالسكون تكون قوته، بالسكون بالهدوء. لكن تعال اقول له واحد تعال روح الكنيسة يقول لك اسكت ده انا مشغول لشوشة راسك، انا اصل وحداني في شغلي والنهار كله بروح وبجيب وبكد وبعمل وبعمل وبعمل. طب مش عندك يوم اجازة؟ ده يوم الاجازة انا بشتغل فيها اكتر من اي يوم. طب والامتى العجلة هتدور؟ وهتشتغل لغاية ما تكسب قد ايه؟ 20 مليون؟ 50 مليون؟ تاخد مليار؟ ده اوناسيس اللي كان من اكبر واحد غني في العالم كله ابنه انتحر، ابنه انتحر. صدقوني بيكلموني في بلاد برا ان كثيرين من شباب بلاد برا في مصحات نفسية. عارفين ليه؟ لان الخير كتير وكل اللي عايزينه بيجي، فجت لهم حالات نفسية. هو قصدي الناس افتكروا ان شبع الجسد يوصل للراحة والسعادة. لا، شبع الجسد ثاني، شبع الروح ملوش حدود. شبع الروح بربنا، تقوم لله. فلما ربنا بيخلي الانسان يتلهي يتلهي يتلهي، طبعا ما هدوش زنا وقتل وبعد كل ده ابتدى يشغله بالحاجة الفلانية والحاجة الفلانية والحاجة الفلانية والحاجة الفلانية والحاجة الفلانية، والدوامة ماشية ما يدلوش فرصة ان يهدى. لما ربنا لقى ما فيش فايدة بعت له نسان النبي. نسان النبي عمل له ايه؟ عمل له فرملة. عارف عربية مندفعة وهو كان ايه؟ الفرملة. ايه مولاه؟ قال له مشغول في قضايا الشعب، قضايا كتيرة اليوم من دول، عندي ولا 3000 مشكلة جاية بحل مشكلة مشكلة. قال له طب بس انا عندي مشكلة مهمة عايز استحلها لي. قال له اتفضل، انت نبي الله تكرم. قال له واحد في مملكتك عنده 99 غنمة بياكل منهم ويشرب منهم. قال له ضيف في واحد غلبان لكن عنده في جنبه عنده غنمة واحدة ياكل من اكلها ويشرب من شربها. ساب 99 ومسك الغنمة خدها منه دبحها وقتل الراجل. قال له الكلام ده في مملكتي؟ قال له ايوه في مملكتك يا مولاي. قال له حي هو اسم الرب، الرجل ده يموت. قال له انت هو الرجل. فرملة رهيبة. داود النبي يقول في المزمور قالوا سد حناك خرس خالص. هو قال اخطأت للرب وسمع الكلام ودخل اوضته وسحب المزيكا بتاعته وقال لما سكت بليت عظامي قلت اعترف للرب بخطيتي. خلاص بكت شاف الصورة على اصلها، لحظة هدوء. شوف الصورة على اصلها الليلة، شوف الليلة دي الصورة على اصلها ايه. شوف انت السنة دي اقرب لربنا من السنة اللي فاتت ولا ابعد عن السنة اللي فاتت ولا الاثنين زي بعض؟ في نمو في الحياة الروحية، في سلام في القلب. على رأي ابونا ابراهيم لما كانوا مال يكلمكم عن السلام اللي يملى القلب اللي ما يخوفش وما يرعبش. حبيبي ما تبصش براك، بص جواك. الملكوت جواك والمسيح فيك وروحه ساكن جواك، مالكش بره دخل بره. الشيطان بيشغلك عن جوه بره، يقول لك براك الدنيا قفر. قل له الذي يجعل القفر غديرا والمياه السابخة مثمرة. يقول لك براك زلزال وهتضطرب، قل له حتى اذا اهتزت الجبال وسقطت شقاع البحار لن يرتعد قلبي. يقول لك براك هو انت نازل فيها هتنزل خلاص بعد ثواني في وادي ظل الموت، قل له وحتى اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا
لانك انت معي، كل الامور تعمل معا للخير. ما تخافش ما تخافش، ما تبصش برا، بص جواك. اول ما داود بص جواه شاف الخراب كله. عشان كده بيقول لما سكتت بليت عظامي. كلمة بليت عظامي قصده دايما الحزن يخلي العظم يتعب والعظم يصح من الفرح. عشان كده يقولك الخبر المفرح يسمن العظام والخبر المحزن يحن الظهر. وفعلا تبص تلاقي الواحد ياشي يدق على رجله، تعالى انا شفتها بعناية، شفتها بعناية راجل طول عرض صدقوني وماشي وجاي يجري. واحد قابل الله يسامحه وقال له ابنك الوحيد انتقل في الشدة، برق في الارض كانوا بيقوموا بالعافية، مش قادر يقف على رجليه، بيجر رجليه وهم ماسكينه بيجر رجليه. جرى ايه؟ جرى ايه لرجله؟ شلل ولا ايه؟ ما خلاص العظم ابتلى. لما سكت بليت عظامي، قل اعترف للرب بخطيئتي والرب رفع عني اثام خطيئتي. ربنا مستعد يقبلك بكل خطيئاتك، بكل شرورك، بكل ماضيك، بكل الغيظ اللي غصت بيه، وبكل الاهمال اللي اهملته له. ولما اديته القفل الوجه ورغم كل ذلك احضانه مفتوحة على الاخر، وعايزك على الاخر، عايزك لان هو اصلا واقف لك في حتة صعبة. عارف المزمور اللي بيقول اذكر يا رب داود وكل دعته؟ ما داود بيقول كده، كل دعته يعني كل ذله. لما تذل من الخطية قال مزمور تاني اذكر يا رب داود وكل ذله او دعته. مالك يا داود؟ يقول سمعنا به في افراته ووجدناه في موضع الغابة. ايه كلمة سمعنا به في افراته؟ افراته يعني مثمرة، وافراته اللي هي ايه؟ بيت لحم. سمعنا به في بيت لحم، سمعنا به لما جت الملائكة وقالت المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. سمعنا به في افراته، لكن بعد ما اتولد اختفى اختفى ولا عرفنا عنه حاجة لغاية ما رأيناه في موضع الغابة. موضع الغابة اللي هي جبل ايه؟ الجلجلة، عند الصليب. وحوش احاطوا بيا، ثيران اقوياء بشانك تنفذني، خلصني من وحيد القرن. لان وحوش حواليه، وحوش الرومان وحوش اليهود قدام واحد لا حول له ولا قوة، لدرجة يقولك صرت كعصفور منفرد على السطح. عصفور وسط جبابرة يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ عصفور وسط جبابرة والكل خلى عنه، تتركوني وحدي. فهو واقف في موضع الغابة، موضع اللي مفيش حد جنبه. تعالاله دلوقتي، هيسيب كل اتعابه ويشيل اتعابك، هيسيب كل احماله ويشيل احمالك، هيسيب قداسته ويدهالك وياخد خطيتك وشرك وذلك، وتطلع من عنده تقول احيا لا انا بل المسيح يحيى فيا. ده مثال لينا صغير، ما اقدرش اكمل عشان الوقت، عشان ندي فرصه للصلاه اللي بيه نقدر نعيش حياه جديده مع ربنا. ربنا يبارك حياتكم، يعطيكم عاما مقدما.